الطلاق الشفوي يا شيخ اسلام اشكاليه كبيره بصراحه شديده، وحضرتك مش بس مأذون عادي، حضرتك نقيب المأذونين. من خلال رؤيتك للواقع ومن خلال شغلك، هل الطلاق الشفوي في حاجه فعلا الى تقنين، لانه يتسبب في زياده معدلات الطلاق وممكن يحصل مشاكل في الاسر المصريه، لان الست بتبقى متطلقه شفويا فما عندهاش اي اثبات انها تم تطليقها، فما تاخدش حقوقها وبتتساب كده ممكن فترات طويله معلقه. هضم صوتي لصوت بنتي الغاليه استاذه ولاء. لا مش مصدقه. لا مش مصدقه. اول مره. لا 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 حقيقه هي ازمه في جمهوريه مصر. الطلاق الشفوي بمعنى بيقول لزوجته انت طالق، هناك في لفظ يقع به طلاق ولفظ لغو، والدكتور ابراهيم اكثر افاده، ولكن عاوزين نفرق فيما بين الشرع والقانون. انا ما عنديش ثغره في القانون ان يمنع الطلاق الشفوي في اثباته، لان وجوبي ويجازى ويعاقب من لم يثبت الطلاق في خلال شهر يا استاذه ولاء من تاريخ ايقاعه يمين الطلاق، وجوبي عليه اثبات الطلاق، لان الطلاق عددي مره واثنين له حق المراجعه، والثالثه بانت منه بائنه بينونه كبرى لا تحل له، فوجوبي عليه اثباته. اما بقول نخرج الشرع بعيد عن القانون، شرع ربنا هعتبر ان مفيش مأذون ولا وزاره عدل ولا توثيق ولا جهه توثيق كيفيه يكون الزواج وكيفيه الطلاق، يبقى لفظا بس فقط لا غير تزوج، لفظا قام بتطليق زوجتي. القانون اوجب على الزوج اثبات ذلك الطلاق. الاستاذه ولاء بتقول ايه؟ نرفع دعوه. صح، ترفع دعوه اثبات طلاق عشان زوجها اوقع عليها طلاق، بقت مطلقه منه. تقعد قد ايه بقى اساسا علشان سيبك من تقعد قد ايه؟ لو عرفت تثبته اصلا دعوه وبعدين سيبك من هي تقعد قد ايه؟ حكم وبعدين وبعدين. لا حضرتك سيبك من بقى في المحكمه، سيبك من المده، كيفيه اثباته صعب الى ما لا تتخيلي على الزوجه ان تثبت ان الزوج قام بتطليقه. طلعها وهو في اوضه النوم لوحده، مين هيخش بيتهم يسمع؟ مين اللي هيبقى سامع؟ طب هقول لحضرتك على حاجه، خليه في قلب الشارع وقدام الناس كلها، قدام 50 واحد و100 واحد، ما حدش هيجي يشهد. خليهم هيروحوا يشهدوا، ومراته بتقول له ابرأتك من مؤخر صدائي ومن نفعه عدتي ومن متعتي ومن جميع حقوقي، واسالك طلاقي وطلقني، فقال لها انت طالق ولم يوثق. شرعا مطلقه، قانونا مش مطلقه زوجه. زي يعني في صدر دي الاشكاليه بقى، في صدر الحلقه زوجة على الورق، زوجة على الورق، انما شرعا مطلقة. عشان تثبته وتجيب الشهود القاضي هيستدعي الزوج. تلفظت بيمين الطلاق؟ قول والله العظيم اقول الحق، هيقول والله العظيم وعليا كذا وعليا كذا. ده ما احنا بنقول هنفترض ان هو جه، لا هيجي وعليا والحكاية، ما طلقتش ما اوقعتش يمين، القاضي هياخد بكلام مين؟ الزوج صاحب الشأن وليس الشاهد. ولا ربما ما ممكن تكون الزوجة قامت باستئجار هؤلاء الشهود وما أكثرهم، تعالى اشهد، زي اللي بيروح يشهد مع واحد يقول له فلان الفلاني ضربه في الحتة الفلانية، هو ما شافوش ولا ضربه. لا بس في قناعة للقاضي. تمام. أنا مش مختلف، مش عايزة بس مش هنسيبها للحتة دي، مش هنسيبها لقناعة القاضي.